السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول في مدرسة المناهل الدولية في درس جديد من دروس اللغة العربية المحببة والمفيدة. هل أنتم جاهزون لبدء الدرس صغاري؟ هيا بنا. كما تعلمون صغاري، نحن الآن في فصل الصيف. هل تحبون فصل الصيف؟ ما هي الأشياء التي تحبونها في هذا الفصل؟ في فصل الصيف نرتدي الملابس الصيفية، وكذلك نتناول المثلجات اللذيذة. أيضا نذهب برفقة العائلة إلى أماكن مسلية وجميلة كالحدائق والغابات، وأيضا نذهب برفقتهم إلى البحر. هل سبق أن ذهبتم إلى البحر صغاري؟ هل سبحتم فيه ومشيتم على رماله الذهبية الساخنة؟ برأيكم، ما أهمية البحر في حياتنا؟ ولماذا خلق الله سبحانه وتعالى البحار؟ حدثنا الله سبحانه وتعالى عن أهمية وجود البحر وفوائده في سورة النحل في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. فمن فوائد البحار أننا نصطاد منها الأسماك ونأكل لحمها الطري واللذيذ، وهو أيضا غني بالمواد المفيدة لجسم الإنسان. كذلك من فوائد التي حدثنا عنها الله سبحانه وتعالى استخراج الحلي، والحلي يعني الزينة التي تلبسها المرأة أو الفتاة. فكما تعلمون، نستخرج من البحار اللؤلؤ والمرجان، وهي من أغلى أنواع الحلي. أيضا قال تعالى: وترى الفلك مواخر فيه. ماذا يعني الفلك صغاري؟ الفلك يعني السفن، أي أننا نرى السفن التي تبحر في مياه البحار، والتي تنقل الناس والطعام والشراب والبضائع من بلد إلى بلد آخر. فكيف لا نشكر الله سبحانه وتعالى بعد كل هذه النعم؟ فالحمد لله الذي سخر لنا كل هذه النعم من غير حول لنا ولا قوة. والآن وبعد أن تعرفنا على أهمية وفوائد البحر في حياتنا، هل تستطيعون أن تعددوا لي بعضا من الكائنات الحية التي تعيش في البحار؟ هذه الصورة لمساعدتكم. أحسنتم، السمك وأيضا الحوت والدولفين، كذلك الأخطبوط ونجم البحر. وهناك الكثير الكثير من الكائنات الحية التي تعيش في البحر والتي لم نسمع عنها أو نراها بعد. فالبحر عالم كبير يحتوي على مخلوقات غريبة جدا ومميزة. وسنتحدث في درسنا اليوم صغاري عن إحدى هذه المخلوقات الغريبة التي تعيش في البحر. لذلك فقد أطلقنا على درس اليوم اسم غرائب البحر. الآن هل أنتم مستعدون للتعرف على المخلوق الغريب الذي يعيش في البحر؟ هيا بنا. انظروا إلى هذه الصورة جيدا. ماذا تشاهدون؟ نشاهد عائلة مؤلفة من أب وأم وأطفال يسيرون على شاطئ البحر. هذه صغاري هي أسرة حسام، وحسام هو الذي يرتدي السترة الزرقاء. أيضا نشاهد شخصا يقف أمامهم يرتدي ثياب السباحة ويضع على رأسه قبعة. صغاري، هذا الشخص يدعى المنقذ، وهو رجل يعرف السباحة جيدا،
يتجول على الشاطئ بصورة دائمة لمراقبة الأطفال أثناء سباحتهم، حتى إذا رأى طفلاً يغرق يسرع لمساعدته وإنقاذه، لذلك يسمى المنقذ. نرى أن المنقذ يحمل بيده شيئاً يشبه الكرة، يريه للأطفال الذين ينظرون إليه بتعجب. هل تعرفون ما هذا الشيء صغاري الذي يحمله المنقذ بيده؟ هيا بنا نقرأ الدرس معاً ونتعرف إلى هذا الشيء ولماذا ينظر الأطفال إليه بتعجب. ذهبت أسرة حسام إلى شاطئ البحر في فصل الصيف. رأى حسام شيئاً يشبه الكرة. سأل المنقذ: ما هذا؟ قال له: إنه قنديل البحر، وهو حيوان بحري يعيش قرب الشواطئ ويظهر في فترات الصيف. لونه أبيض شفاف، شكله يشبه المظلة، له أرجل طويلة، يتغذى على بيوض الأسماك ويتكاثر بالبيوض. إذا أحس بالخطر يفرز سموما تلتصق بجسم الإنسان إذا لمسه، وعلى المصاب مراجعة الطبيب فورا. إذا صغاري، هذا هو قنديل البحر، شكله يشبه المظلة ولونه شفاف وله أرجل طويلة، يتغذى على بيوض الأسماك. ماذا يعني يتغذى صغاري؟ هل تعرفون؟ يتغذى يعني يأكل بيوض الأسماك ويتكاثر بالبيوض. ماذا يعني يتكاثر؟ هل تعرفون صغاري؟ يتكاثر يعني يزداد عدد قناديل البحر من خلال خروج قناديل صغيرة من البيوض التي تضعها الأم. يفرز إذا شعر بالخطر يفرز سموم. ماذا يعني يفرز؟ يفرز يعني يخرج من جسمه سموم. وهذه صورة أقرب وأكثر وضوحا لقنديل البحر يمسكه المنقذ. هل ترون شكله الذي يشبه المظلة؟ كذلك الأرجل الطويلة. والآن صغاري، بعد أن حصلنا على معلومة جديدة عن قنديل البحر، هيا بنا لنحل مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالدرس لنتأكد من فهمنا له بشكل جيد. إلى أين ذهبت الأسرة؟ صغاري، إلى أين ذهبت أسرة حسام؟ أحسنتم، ذهبت أسرة حسام إلى شاطئ البحر. ما اسم الحيوان الذي رآه حسام؟ متى يظهر؟ أحسنتم، رأى حسام قنديل البحر وهو يظهر في فصل الصيف. أصف قنديل البحر شكله ولونه. هل تذكرون كيف كان شكله صغاري؟ أحسنتم، شكله يشبه المظلة ولونه أبيض شفاف. ماذا يفعل القنديل إذا أحس بالخطر؟ ماذا يفعل؟ إذا أحس قنديل البحر بالخطر يفرز سموما تلتصق بجسم الإنسان. حسناً، ماذا يفعل الإنسان إذا لسعه قنديل البحر؟ أحسنتم، يجب عليه أن يراجع الطبيب فوراً. أكمل شفوياً. من حيوانات البحر التي أعرفها قنديل البحر و... أخبروني صغاري، ماذا تعرفون من الكائنات الحية التي تعيش في البحار؟ انظروا إلى الصورة. أحسنتم، الحوت، أيضا الأسماك،
وكذلك نجم البحر والكثير الكثير من الأحياء التي لا نعرفها. فعالم البحار عالم كبير ومليء بالكائنات الحية. يقدر عمل المنقذ لأنه يقوم بمساعدة الناس المعرضين لخطر الغرق أثناء السباحة. ننتقل إلى السؤال التالي. أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة المغلوطة. قنديل البحر يشبه المظلة. هل هذه الجملة صحيحة صغاري؟ هل يشبه قنديل البحر المظلة؟ أحسنتم، فلنضع إشارة صح. يظهر قنديل البحر في فصل الشتاء. ما رأيكم صغاري؟ هل يظهر في فصل الشتاء؟ أحسنتم، الجملة خاطئة لأن قنديل البحر يظهر في فصل الصيف. له أرجل طويلة، صح أم خطأ؟ أحسنتم، العبارة صحيحة. يتكاثر بالبيوض، صح أم خطأ؟ أحسنتم، أيضا العبارة صحيحة. يتغذى بالطحالب، خطأ لأن قنديل البحر يتغذى ببيوض الأسماك. الآن أطرح السؤال للإجابات الآتية مستخدماً ماذا؟ أين؟ هل؟ الآن صغاري لدينا سؤال ولدينا إجابة السؤال. من خلال قراءة إجابة السؤال سوف نضع إحدى الأدوات التالية: ماذا؟ أو أين؟ أو هل؟ لنبدأ بالسؤال الأول. ب: يتغذى قنديل البحر. الجواب: يتغذى قنديل البحر على بيوض الأسماك. ما رأيكم صغاري؟ ماذا يجب أن نضع؟ أحسنتم، يجب أن نضع ماذا، وتصبح الكلمة بماذا يتغذى قنديل البحر. الجملة التالية: يعيش قنديل البحر. الجواب: يعيش قنديل البحر قرب الشواطئ. ماذا يجب أن أستخدم صغاري؟ أين أو هل؟ أحسنتم، أين يعيش قنديل البحر؟ الجواب: يعيش قنديل البحر قرب الشواطئ. الجملة الأخيرة: زرت شاطئ البحر؟ نعم، زرت شاطئ البحر. ماذا يجب أن أضع؟ أضع هل. أحسنتم، إلى هنا ينتهي درسنا اليوم صغاري. أتمنى أن تكونوا قد حصلتم على كامل الفائدة والاستمتاع، وأيضا حصلتم على معلومات جديدة بخصوص كائن جديد يعيش في البحار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.